بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مع بعض الدورة الخاصة بالتصميم اليدوي للبلاطة الهولو بلوك الدرس السابع. من آخر حاجة بقى وصلنا لها إن إحنا بقى لازم نشتغل على مثال عملي على أساس إن إحنا المثال العملي ده يكون حاجة واقعية نكمل بيها ونقفل بيها بقى الحاجات النظرية اللي إحنا اتكلمنا فيها، عشان يبقى الموضوع واضح. وأنا كمهندس إنشائي لما بستلم بقى اللوحات المعمارية من المهندس المعماري أبدأ أشتغل عليها. طب أبدأ أشتغل عليها إزاي؟ أول حاجة بقرأ اللوحات المعمارية ليه يا باشمهندس؟ على أساس إن أنا أبدأ أعرف المبنى بتاعي ده عبارة عن إيه؟ هل هو مبنى سكني؟ الأبعاد، هل هو المبنى اللي أنا بشتغل عليه ده مبنى سكني، مبنى إداري، مخازن؟ لأن ده بعد كده بيوجهني مباشرة إلى كود الأحمال على أساس أحدد الأحمال اللي هي هتؤثر على المبنى في استخدامه من اللايف لود. المبنى السكني يختلف الحمل الحي فيه عن المبنى الإداري، مبنى مستشفى بيختلف فيه عن ان انا بستخدم المبنى كمخازن. كل ده اللايف لود بيختلف من قيمة لقيمة لقيمة، لان ده في النهاية هيأثر معايا على تصميم المبنى. كذلك الابعاد المعمارية اللي هي بتاع المبنى، اللي هي الوحدات اللي موجودة فيه، الغرف اللي موجودة فيه لو مبنى سكني. وبعد كده ده الأبعاد المعمارية ديت هتأثر معايا على تحديد سمك البلاطة، لأن الأبعاد المعمارية ديت ببدأ أحط عليها العمدان زي ما هشوف كمان شوية. بعد كده بشوف المناسيب، على أساس منها بحدد ارتفاع الدور، لأن ارتفاع الدور ده هيحدد لي ارتفاع المباني للطوب اللي انا بقفل بيها الادوار. طيب نبدأ نبص بقى على الكلام ده، هو بدل الكلام نبص على اللغة الرسم. لو انا شفت المبنى اللي قدامي ده هو، او الرسومات اللي انا بستلمها من المهندس المعماري، بشوف المبنى ده قدامي عبارة عن ده الدور الارضي. بعرف الدور الارضي ده ازاي؟ بشوف هنا هو في سلالم، في مدخل، في هنا منسوب الصفر، فتلقائيا لازم اعرف ان ده منسوب، ده هو عبارة عن معماري الدور الارضي. ببدأ ابص للمبنى بتاعي ده المدخل، والمبنى عبارة عن شقتين، الشقة عبارة عن مجلس رجال، وعبارة عن مطبخ ومعيشة داخلية، وثلاث حمامات، حمام للضيوف ناحية مجلس الرجال، وهنا هو في اوضتين خلفيتين. يبقى كل شقة عبارة عن مجلس وأوضتين وحمامين ومعيشة داخلية ومطبخ. طيب أنا الكلام ده هيهمني في إيه يا باشمهندس؟ هيهمني إن أنا لازم أعمل كأن أنا بتحرك جوه الشقة ديت، على أساس أحس بالحاجة اللي فوق راسي والحاجة اللي تحت رجلي، على اساس ان انا لما اجي احط بقى العمدان او اوزع العمدان او ادرس تطابق الدور المتكرر مع الدور الارضي، لازم اعرف ان انا المعيشة الداخلية دي جاية بنفس الابعاد بتاع المعيشة الداخلية في الدور الارضي. طبعا المبنى اللي قدامي مبنى بسيط، الاختلاف بس في منطقة الواجهات، المنطقة بتاع الواجهات، لأن الدور اللي فوق اللي هو الدور المتكرر أو الدور الأول بداية من الدور الأول اتلغى المدخل بتاع الدور الأرضي، وأصبح فوق عبارة عن عبارة عن مجلس طعام ومجلس رجال. يعني بقى جزئين، بدل ما هو مجلس صغير في الدور الأرضي 6.5 × 4 متر، لا كبر الأربعة متر دي، طلعنا بروز ناحية الشارع متر وربع، فبقى الطول بتاعه 5 متر وربع، وقسمناه فبقى عبارة عن كام؟ عبارة عن 8.20 متر. فالحالة ديت
لازم أقرأ الإيه؟ أقرأ اللوحات على أساس إن أنا إيه أبقى عارف لو أنا في الدور الأرضي داخل هنا هلاقي فوق راسي وأنا طالع، وأنا طبعا ممكن بقى إيه هفكر إزاي أعالج الموضوع ده، إن أنا هلاقي هنا في جدار والراجل المعماري حاطط لي عمود، فالعمود ده في النص، العمود ده لو أنا خدت منه كوبي وحطيته هنا في المدخل هلاقيه نازل لي في النص هنا في قلب المدخل، فما ينفعش أنا أبقى داخل في مدخل في الدور الأرضي ألاقي فيه عمود. الراجل حله إزاي؟ حط عمود على يمين المدخل وعمود على شمال المدخل، عمودين بيبدأوا من الأساسات يستمروا في الدور الأرضي، وبعد كده بيعمل كمرة في سقف الدور الأرضي وبيلغي العمودين بتوع المدخل دول ويعملهم عمود واحد بداية من سقف الدور الأرضي اللي هي عبارة عن أرضية الدور الأول المتكرر. زي ما أنا شايف بعد كده ده الإيه ده الشكل العام. طيب بعد أنا ما قريت بقى اللوحات يا باشمهندس، وأدي غرف السطح العلوية عبارة برضو عن نفس التقسيمة، خد جزء من الإيه من الشكل وإديها نفس الإيه التقسيمة. طيب بعد كده ببص على الواجهات، ببص على الواجهات ليه؟ على أساس إن أنا أشوف بقى المناسيب اللي قدام، منسوب سقف الدور الأرضي اللي هي أرضية الدور الأول عبارة عن بلس 4.5 متر. طيب سقف أرضية بقى الدور الأرضي اللي هو الدور الأرضي على منسوب 1.20 متر، الفرق بينهم كام؟ 4.5، هنطرح منهم 1.20 متر هتبقى عبارة عن 3.30 متر. يبقى إذن ارتفاع الدور من ظهر البلاطة بتاع سقف الدور الأرضي لحد أرضية الدور الأرضي دي عبارة عن 3.30 متر. دي هتفيدني في إيه؟ هتفيدني إن أنا لما أجي أجيب ارتفاع المباني هنشوف بقى هل هنطرح منها لو في كاميرا ساقطة نطرح منها ارتفاع الكاميرا الساقطة، لو في بلاطة هطرح منها سمك البلاطة. طب لو انا طرحت بقى المنسوب اللي قدامي ده اللي هو عبارة عن سقف منسوب سقف الدور الاول، سقف الدور الاول كان 7.80 متر، 7.80 متر لو طرحناها من 4.5 متر يبقى اذا هم نفس 3.30 متر. طبعا واحد يقول لي انت يعني الكلام ده هيفيدني في ايه كمهندس انشائي؟ هل احنا يا باشمهندس متعودين ان احنا ناخد ارتفاع الدور 3 متر؟ هقول لك لا، لازم تبص للواجهات المعمارية، لان احيانا ارتفاع الدور ده بيوصل ل4 متر و5 متر، فده هيأثر معاك كمهندس انشائي في ارتفاع المباني، هيأثر معانا في البقلنج بتاع العمدان، هيبقى له تأثير جامد جدا على حاجات كتيرة هنشوفها بعد كده. طبعا زي ما احنا شايفين المبنى اللي قدامي مبنى بسيط عبارة عن دورين وغرف سطح، المعماري بيختلف بس الجزء الأمامي هنشوف فيه ازاي هنلف العمود، الناس اللي بتتكلم عن لف العمدان وموضوع زرع العمدان على كاميرا في المدخل. أما بقية المبنى فهو مبنى بسيط، الأبعاد بتاعته زي ما أنا شايف المطبخ عبارة عن 3×4، غرفة المعيشة عبارة عن 4×7.10 متر. أنا بقى هشوف بعد كده الخطوة التالية هعمل فيها إيه. يبقى أنا قريت كده دلوقتي اللوحات المعمارية، بعد ما أقرأ اللوحات المعمارية هعمل إيه كمهندس إنشائي؟ هجمع البيانات من العميل أو اللي هو صاحب المبنى، وبجمع بيانات برضو من المهندس المعماري. ايه هي البيانات ديت؟ اول حاجة بسأل عليها التأسيس، الراجل المعماري اللي هتقولي عبارة عن دورين ارضي واول وغرف سطح، يعني انا ممكن اعمل اساساتي مفيش فيها بدروم، ممكن اعمل اساساتي عبارة عن ارضي، يجيب الايه الاحمال بتاع الدور الارضي واحمال الدور الاول واحمال غرف السطح واسس على كده. لا، ممكن يكون العميل يقول لك انا عايز اساسات 5 ادوار 6 ادوار. لازم اكون متواصل مع الاونر واعرف منه الاساسات
عايزها كام دور، عشان الكلام ده هيأثر معايا في تصميم الأساسات وتصميم الأعمدة. برضو من الحاجات اللي بطلبها تحليل التربة الخاصة بالمبنى، على أساس إن أنا البيرنج كاباستي اللي أنا هشتغل عليها قد إيه مش عارفها. طبعا بعد كده بطلب من الأونر، أنت عايز نوع الأسقف إيه؟ هل أنت عايز الأسقف سوليد سلاب، فلات سلاب، هولو بلوك؟ لأن كل حاجة من ديت ليها اشتراطات أنا كمهندس إنشائي لازم ألتزم بيها وأحاول ألتزم بيها، بحيث إن أنا أوفي الشروط بتاع الإيه؟ بتاع نوع البلاطة اللي أنا هبدأ أشتغل عليه، واللي هو طالبها الأونر نفسه، على أساس إن أنا إيه هيبقى شغلي إيه سليم. طبعا احنا هنا بالنسبة للشغل بتاعنا احنا هنشتغل على ان السقف يكون سقف بلاطة هردي. طيب نيجي بعد كده بقى نوزع العمدان. طب هوزع العمدان بقى ازاي يا باشمهندس؟ لازم انا اما اجي اوزع العمدان لازم احط في اعتباري البلاطة اللي انا اخترتها، بحيث ان انا كمهندس انشائي بحاول ان انا اوفي الاشتراطات بتاع البلاطه ديت. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني البلاطه الهردي اللي احنا اللي هي مع كمرات مدفونه، احنا قلنا قبل كده ان البلاطه دي بتتحل كان هي فلات سلاب، يبقى اذا عليا ان انا اوفي اشتراطات البلاطه الفلات سلاب. طيب بحاول اخلي العمدان على مديول واحد وعلى خط مستقيم بقدر المستطاع. طيب ليه يا باشمهندس بعمل الكلام ده؟ على اساس ان انا في الحاله ده ايه بوفي اشتراطات البلاطه الفلات سلاب. طب لما ايه تاني يا باشمهندس؟ احاول اخلي المسافه بين العمدان وبعضها، يعني لو انا حطيت هنا عمود وحطيت هنا عمود وبعدين عمود وبعدين ده في الاتجاه الافقي، في اتجاه الرأس هنا عمود وبعدين هنا عمود وبعدين هنا بعديه عمود، بحاول اخلي المسافة بين العمدان دي ما تزيدش عن 20%. دي اشتراطات اللي انا بحطها قدام عينيا ساعة ما احط العمدان. يبقى ساعة ما احط العمدان لازم يكون الاشتراطات ديت واضحة قدام عينيا. ليه الكلام ده يا باشمهندس؟ اول حاجة عشان اعمل الكونتينيوتي اللي احنا متفقين عليها، بحيث ان انا الكونتينيوتي دي بعمل الكاميرا الهيدن بيم تبقى كونتينيوس، ده رقم واحد. رقم اتنين ان ما تزيدش عن 20%، لان ده في الحالة ده ايه بيديني مبنى منتظم. اشوف كمان شوية لو انا غيرت النسب دي ايه اللي هيحصل. وانا كمهندس انشائي موضوع توزيع العمدان مش اي حد يوصل للدرجة، يعني احسن مهندس انشائي هو اللي بيحط ووزع العمدان، لان توزيع العمدان ده من الحاجات اللي هي محتاجة خبرة جامدة جدا وبتحتاج تدريب عالي، بحيث ان انا اوصل لاشتراطات البلاطة اللي انا شغال عليها. يعني لو انا شغال على بلاطة سوليد سلاب، يبقى اذا لازم احط اربع كمرات حوالين العمدان على اساس اوفي اشتراطات هذه البلاطة. يبقى اذا التصميم ما هو الا عبارة عن التصميم اصلا لما اجي اصمم ان انا بحاول اوفي اشتراطات الكود واحطه قدام عينيا، لان احيانا لما المهندس المدني بيتحط قدامه لوحات بيبدا يتوه، بيبدا يحصل انفصال في الشخصيه ما بين ما هو درسه في الكليه وما هو بيبدا يلمسه في الطبيعه، بحيث ان هو لما يبدا يشوف بقى ان في غرف وحمام ومطبخ وما اعرفش ايه وسلم والكلام ده، تلاقي المهندس بدا يتوه. لا ما انتهش، نبدأ نحط الاشتراطات قدام عينينا بتاع البلاطة اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها، ونبدأ نوزع العمدان، بحيث ان انا لما اوزع بقى العمدان
بحط بالاشتراطات اللي انا درستها واللي انا عارفها، بحط اشتراطات البلاطة اللي انا هبدأ اشتغل عليها. طيب ايه هي؟ اما اجي احط بقى العمدان يا باشمهندس، ابدأ احط ايه؟ ابدأ احط اول حاجة اشتغل عليها هي عمدان السلم. طب عمدان السلم ليه؟ لان السلم ده عبارة عن فراغ، البلاطة بتاعته بتبقى مايلة في الفراغ، يعني لما انا ابدأ اخش من الباب هبدأ اطلع على السلم، ولما ابدأ اطلع على السلم لازم انا كمهندس مدني بتدخل شوية في شغل المهندس المعماري، واعرف بدون ما هو يحط لي السهم حتى بتاع حركة السلم لازم ابقى طالع على السلم وماسك الهاندريل اللي هو حوالين الاسانسير بايدي الشمال، ده بدون ما ألجأ للمهندس او اعرف حركة السلم. يبقى لازم، دي اول حاجة. تاني حاجة اعرف ان السلم ده عبارة عن قلبة، عبارة عن فيها 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 درجات، 8 قوائم، يبقى هنا 8 وهنا 8 يبقى 16، 16 وهنا ده 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 يبقى 8 و8 16، 16 و8 24. يبقى أنا كمهندس مدني أقول والله أنا حسبت قبل كده ارتفاع الدور من ظهر البلاطة لظهر البلاطة كان 3 متر و30، لما أقسمهم على 24 درجة يبقى إذن الدرجة في الحالة دي هيبقى ارتفاع القائم 13 سنتي، 75 من 100. أنا في الحالة دي أقول له يا باشمهندس خلي بالك أنا عندي ارتفاع الدرج واطي، مش يعني مرتاح أزيد من اللازم، لما أجي أتحرك عليه كمهندس أو كمستخدم للمبنى السلم ده هحس إن أنا ماشي بحركة غير مريحة. يبقى إذن أنبهه للموضوع ده، ليه؟ على أساس إن أنا ممكن بقى ألغي درجة أو 2. يبقى إذن لو قسمت، لو أنا شلت واحد درجة من هنا، شلت الدرجة دي، وشلت الدرجة ديت، وشلت كمان دي، يبقى أنا كده بتكلم في 22 قايم، يبقى 33 على 22، يبقى أنا بتكلم في 15 سنتي. يبقى إذن ده كلام معقول. يبقى إذن أنا كمهندس مدني أهو براجع على رسومات المهندس المعماري، ما سيبوش يعمل أي حاجة وأسيبه وأقول والله أنا استلمت اللوحات كده أنا ماليش دعوة، لأ. لازم اراجع على شغل المهندس المعماري على اساس ان انا لما يطلع من تحت ايديا رسومات في زميل ليا انشائي هينفذ، فلازم تكون الرسومات مظبوطة، او انا هقوم بالتنفيذ او انا هقوم بالاشراف على التنفيذ، فلازم تكون الرسومات ديت ايه مدروسة كويسة، لو في مشكلة معمارية بناقشها مع المهندس المعماري وهكذا. طيب ليه انا بهتم بال4 عمدان بتوع السلم؟ لان هنا هوت فيه قلبة، القلبة دهيت لما انا اجي اشتغلها كاستراكشر هشوف بقى ان انا هنا اهو هيبقى عندي، لو انا قلت والله الجزء ده عبارة عن بلاطة، او هنا هوت لو انا في الطول الارضي هلاقي انا لازم اعمل ميد هنا اهو، او كمرة هنا اهو بادي، هبدأ بعد كده احط عليه الاشاير هنا في الاشاير في المنطقة دي كده، وبعدين لما اجي انفذ عمدان وسقف الطول الارضي هلاقيني مضطر ان انا اعمل بلاطة مايلة كده اللي فيها السلالم، وبعدين بعد كده اعمل بلاطة يعني عوض افقية اللي هي الصدفة اللي هي تقريبا في تلت الدور تقريبا يعني، وبعد كده يبقى انا عندي هنا اهوت في سبورت، هذا سبورت ركيزة اهي، وبعدين هنا اهوت في سبورت تاني في ركيزة تانية هنا، وبعدين بعد كده في بلاطة اهو، البلاطة ديت هتبقى ماشية من هنا كده، البلاطة اللي هنا افقية وبعدين مايل وبعدين افقي، وبعدين بعد كده اللي هنا بقى البلاطة اللي هنا اللي في منسوب الصدفة دي عبارة عن بلاطة عدلة، وبعدين مايل مايل في الدور اللي فوق، وبعدين هنا في ايه في سبورت، يبقى هنا في سبورت وهنا في سبورت، يبقى ده الايه ده إيه في سبورت، اللي في النص دي بقى
ممكن انا اعملها سبورتد على دي وسبورتد هنا على الشريحة دي. لو انا خدت بقى شريحة عرض 1 متر من السلم فهلاقيه عبارة عن بلاطة مايلة عدلة، وبعدين بلاطة عدلة مايلة عدلة، وبعدين بلاطة هنا الرأسية عبارة عن بلاطة أفقية، وبعدين مايل وسبورت على السقف اللي فوق. يبقى إذن أنا أحل السلم ده كإنشائي إن أنا عندي هنا أهو لازم أعمل هنا كمرة، في كمرة هنا أهو في الدور على منسوب 1.20 متر، وفي الدور اللي على منسوب 4.5 متر، سواء بقى كانت الكمرة ديت هيدن بيم، سواء كان السبورت ده عبارة عن كمرة ساقطة، سواء كانت عبارة عن بلاطة فلات سلاب. المهم ان انا عندي السلم ده بيتحل في الفراغ، فلازم اعمل سبورت هنا ولازم اعمل سبورت في الايه في فين الايه مع السلم. السبورت اللي اعمله هنا مع السلم هيرتكز عليه الايه السلم. انا هنا هعمل كمرة مكسرة، كمرة جزء فيها افقي وبعدين فيها جزء مايل مع ميول السلم وبعدين جزء تاني افقي. المناسيب بتاع المناسيب بقى بتاع الكاميرا دي بتتحرك مع حركة الايه حركة السلم، بتتحرك مع حركة الايه السلم. يبقى اذا لازم اخد بالي ان اهو الكاميرا ده اهي لازم اعمل كاميرا في نص الدور، لازم مش في نص الدور. انا قلت الدرج هنا ارتفاعه 15 سنتي وهنا 8 درجات، يبقى اضرب 15، 15 في 8، 15 في 8 هتديني 120، يعني فرق المنسوب اللي ما بين هنا وهنا 120. لو منسوب الدور الارضي 120 يبقى منسوب الصدفة ديت زائد 2.40 متر، زائد 2.40 متر. طيب انا عندي هنا في 6 قوايم اضيف عليهم زائد 6 في 15 يبقى اذا زائد 90 سنتي، يعني يبقى بتكلم في بلس 120 2.10 متر، اجمعها على 120 اللي هي تحت. يبقى انا عندي انا عندي الصدفه اللي هنا على منسوب زائد 3 متر وكام و30، ده انا بتكلم على منسوب وليس ارتفاع، وهكذا. يبقى اذا الكاميرا هنا لازم احط كاميرا هنا مع السلم عشان تشيل لي السلم، على اساس ان انا لو خدت شريحه الشريحه ديت عرضها 1 متر هي اللي بتقوم بتحميل السلم. طيب بنلاقي بقى مشاكل في التنفيذ. لو انا شفت بقى ادي السلم اهو، ده السلم المعمول عليه بالسهم الاحمر، ده القلب بتاع السلم. الراجل هنا عمل كاميرا في منسوب الدور وساب السلم متحمل على بلاطة. الكلام ده انشائيا زي ما انا شايف السلم نفسه حصل له ديفليكشن، ده رقم واحد. رقم اتنين معماريا، لو انا كمهندس هعمل بقى، لو انا هنا محتاج شباك، طب اجي الشباك المفروض اجي اعمله فين؟ من فوق الصدفة باخد هنا اهوت 1.20 متر، فوق هنا اهوت باخد 1.20 متر او 1.30 متر، 1.20 متر. طيب 1.20 متر لو جت انفذ بقى الشباك هلاقي هنا اهو الكاميرا اللي عملها المهندس بتاع التنفيذ عملها مع منسوب السقف قفلت لي الشباك. الكلام ده كل اسف بيتكرر كتير جدا، الكلام ده هو بيتكرر كتير جدا. يبقى المنظر اللي قدامي ده حصل فيه خطأين، خطأ انشائي ان المهندس نفذ الكاميرا اللي هي دهيت نفذها مع منسوب الدور، وكان المفروض ينفذها في منسوب اهي هنا اهو في منسوب مع الصدفة بتاع السلم. طبعا السلم اللي قدامي ده عبارة عن قلبتين، قلبة طالعة فوق وقلبة نازلة لتحت، انما السلم اللي احنا بنشتغل عليه في المنشأ اللي علينا عبارة عن 3 قلبات، يعني المفروض ان الكاميرا دي تبقى ماشية مكسرة، يعني المفروض ان اهو الكاميرا تبقى ماشية كده وبعدين مايلة كده وبعدين ماشية كده. ده الايه الكاميرا في الشغل اللي انا ايه في المثال اللي انا شغال عليه، ده في المثال اللي انا ايه المفروض اللي انا شغال عليه. طيب نيجي نشوف برضو ادي خطأ تاني، مشروع ضخم اهوت وناس شغالة وحط أرقام وشغل عالي وتمام وزي الفل، بتلاقي المهندس في الموقع ما هوش واخد باله. جه هنا اهوت زي ما أنا شايف
هذا السلم اهو، ادي قلبه وبعدين نص الدور وبعدين قلبه الناحية التانية. طيب انت عملت كده يا باشمهندس، عمل هنا كاميرا، ادي الكاميرا دي اللي هي موجود بالسهم الاحمر، عملها في منسوب الدور والكاميرا التانية في منسوب الدور. طب تعالى نفذ بقى الشبابيك يا باشمهندس، اعمل لي بقى هنا شباك، انت واقف على الصدفة اللي هنا، تعالى خد لي 1.20 متر واعمل شباك، هيلاقي الكاميرا قفلت الشباك. يبقى اذا، وهنا برضو الكاميرا قفلت الشباك. يبقى اذا هنلاقي الكلام ده مش موجود في الدور الاخير. ليه؟ لان هو ما عندوش سلم يطلع على السطوح، فالشباك الجميل اللي هيتعمل هيتعمل في الدور الاخير بس. طبعا الادوار المتكررة مفيش فيها شبابيك بارتفاع محترم، هيعمل حتة شباك لا هنعرف نطوله ولا هنعرف نفتحه ولا هنعرف نتصرف فيه، فدي برضو من مشاكل الايه، من مشاكل التنفيذ. طيب بعد ما انا حطيت الايه، حطيته وحطيت العمدان، اعمل ايه تاني يا باشمهندس؟ بعد ما حطيت العمدان بتاع السلم يا باشمهندس، هنحط هنشتغل على ايه تاني بقى؟ خلاص انا حطيت العمدان بتاع السلم، هبدا احط العمدان عند الاطراف عند الاركان. يبقى انا حطيت عمدان السلم اهي خلاص، وابدا احط العمدان بتاعه الايه الاركان، يعني هنا عمود هنا عمود هنا عمود هنا عمود. طب نشوف الكلام ده على البلان. يبقى اذا انا ايه، ابدا احط عمود في المنطقه دي كده، وابدا احط يعني عمود هنا، يعني احط عمود هنا كده، واحط عمود تاني هنا كده، وحطيت طبعا الاربع عمدان بتوع الايه، بتوع السلالم، بتوع الايه السلالم. خلاص يبقى اذا نبدا بقى ايه، نبدا يبقى اذا ايه، نبدا نحط نكمل، نحط ايه نكمل العمدان. يبقى هنا عمود خلاص، هنا عمود خلاص، هنا عمود خلاص، هنا عمود بتاع السلم ده، وده خامس عمود، سادس عمود، سابع عمود، ثامن عمود. طيب ما هي القواعد اللي هي ابدا احط بيها العمدان دي يا باشمهندس؟ يعني ايه القواعد؟ يعني احط العمدان في ازاي؟ هقول لك ايه، دايما ما تتوهش، دايما ارجع للايه، للكود. حط العمدان في الاتجاه الطويل للسبان. ليه؟ على اساس اقلل البحر او السبان بتاع الكمرات او السبان بتاع البلاطات. يعني بالنسبة للسلم الافضل ان انا احط العمدان، يعني العمود ده احطه، حطيته هنا في الاتجاه الطويل، يبقى العمود ده ممتاز. هنا ما اقدرش احطه في الاتجاه ده هو مع الكمرة في الاتجاه الرأسي. ليه؟ لان هيقفل لي باب، فغصب عني لازم احطه في الاتجاه الافضل. طب تمام، يبقى اذا هنا برضو العمود ده ما اقدرش احطه في الاتجاه الافقي، لان لو حطيته في الاتجاه الافقي فوق هيضرب لي هنا، هيظهر لي في قلب الاوضه، فما ينفعش. نيجي هنا بالنسبه لهنا، محطوط هنا في الاتجاه الراسي، يبقى في الاتجاه الطويل ممتاز. طيب بعد كده اعمل بقى ايه؟ ابدا اخش للمنطقه الداخليه، ابدا اخش للمنطقه الداخليه، اخش للمنطقه الداخليه ديت، هبدا اي خلاص. طب ناقص لي ايه؟ ناقص لي على المحيط الخارجي وناقصني الداخلي. زي ما قلنا احنا عايزين بقدر المستطاع نحط عمدان في الايه، على مديول واحد. يعني لو انا شفت العمدان اللي موجوده هنا اهو على محور جيم زي الفل، على مديول واحد وحلو قوي يعني. على بعد كده المنطقه اللي هنا في ركبه كده وفي تكسير برضه قريبه من بعضها زي الفل، جميلة قوي. على من على المحور ب زي الفل. هنا بحاول اعمل على مديول واحد. طيب ماشي، يبقى اذا بحاول احط العمدان على مديول واحد. طيب يبقى ده كلام كويس جدا. طب نبدا بقى نشوف العمدان دي اللي انا بستلمها من المهندس المعماري، او انا كمهندس جات لي العمدان ديت، ابدا افكر فيها ازاي. هقول لك، طب العمود ده محطوط افقي، محطوط افقي. طب هل افقي ده في باتجاه المسافه الافقيه هنا 4 متر والمسافه الراسيه 5 متر، هل من الافضل اسيبه افقي ولا احطه راسي؟ وخصوصا ان العمود هنا انا شايف على شماله باب وعلى يمينه باب، يعني لو انا صممته وحطيت ابعاده بقى الفعليه، طبعا انا حاطط هنا عمود كانديكيشن
لو العمود ده السايز بتاعه كبر هيقفل الباب ده وهيقفل الباب ده، او مش هيقفله هيخلي هيعمل لي مشكله معماريه. فالافضل ان انا اخليه راسي في الاتجاه الايه، في الاتجاه الراسي، على اساس ان هو في الاتجاه الكبير للسبان. يبقى اذا ممكن نخلي العمود ده، في الاتجاه الراسي افضل، واخلي برضو العمود المقابل ده هو برضو في الاتجاه الراسي افضل. ان لم الكلام ده ان ما عمليش مشاكل معماريه فالافضل ان انا اعمله كده، وده نفس الكلام اخليه راسي وده راسي وده برضو راسي وده برضو راسي، لان في تماثل في الشكل. طيب اجي ابص ما الاقي هنا كده، طب ما انا اخلي العمود ده افق ليه؟ لان السبان هنا السبان الطويل افقي، خلي العمود ده كده هو افقي برضو هنا كده العمود ده. طب ما العمود ده اصلا ممكن اقول لك والله ملوش لازم عندي، العمود ده في اتجاه الافقي، في اتجاه الافقي كويس لان السبان هنا اطول. طيب طب ايه رايك يا باشمهندس لو احنا حطينا الايه، نقلنا العمود ده كده على اساس يبقى مديول واحد، مع الايه، يعني لو نقلنا العمود ده كده، انا شايف ان العمدان هنا كده راسيه، فلو نقلنا العمود ده بدل ما نحطه هنا عند الباب، وانت قلت ان هو عند الباب مشكله، ما ننقله هنا كده، ننقله من اهو كده اهوت، ونحطه في الايه، ونحطه هنا كده على اساس ايه، يبقى هنا لو انت شفت كده هيبقى على مديول واحد، او حتى لو نقلناه كده شويه، خدناه كده اهوت، يبقى كده اجمل وكده اظرف وعملنا مديول واحد. هقول لك والله فكره، يعني احنا نشيله من هنا نحطه من هنا. هقول لك خلي بالك دايما، ارجع للكود، خلي دايما المسافات بين العمدان اللي هي المسافة بين العمدان ما تزيدش عن 1.2 بقدر المستطاع للفلات سلاب، لان المسافات دي لو زادت ممكن تعمل لك مشكلة انشائية، وهتعمل لنا كذا مشكلة انشائية هنشوف دلوقتي. يبقى اذا انا اخلي العمود ده والعمود ده برضو زيه، اخلي العمود ده والعمود ده برضو زيه كده، نحطه في الايه، نحطه هنا اهوت، نحط العمود ده كده اهو. يبقى اذا انا اخلي الشكل ده كده واخلي دول على مديول واحد. اقول لك بقى، يبقى انا هنا هواجه مشكله نشوفها بسرعه كده. المشكله دي عباره عن ايه؟ اقول لك هنا 6 متر المسافه، اصبحت هنا 6 متر بين العمود ده والعمود ده، والمسافه هنا 2.40 متر زيها هنا 2.40 متر زيها هنا 6 متر. ايه اللي هيحصل؟ هقول لك خلي بالك بقى، شوف ايه اللي هيحصل سريعا كده في الايه، في برنامج الساب 2000. يبقى اذا ممكن عدم انتظام توزيع العمدان يؤدي لي الى مشاكل انشائيه. ازاي يا باشمهندس؟ عدم التزامي بالكود، اول حاجه ممكن الاقي عمود او عمودين عليهم احمال عاليه جدا، او عليهم مشاكل هنشوفها زي ما احنا هنشوف دلوقتي. هتاكد بس من اليونتس، هقول والله اليونتس اهيت، اختار هنا بلانك، هقفل اي شاشه من دول، اقفل دي، هنقول اكس زد. يبقى اذا هقول له ارسم لي اي نقطه في اي حته اهي، وبعدين خد لي النقطه دي اعمل لها ريبليكيتد، هنا 6 متر 6 متر، وبعدين اعمل لي ليها تاني ريبليكيتد 2.40 متر 2.40 متر، وبعدين بعد كده اعملها لي برضو 2.40 متر ماشي، هي نفس ال 2.40 متر. بعد كده خدها لي تاني 6 متر 6 متر، وبعدين اهو 6 متر، وبعدين وصل لي اي كاميرا لاي قطاع
وهنصفط احمال الكاميرا دي دلوقتي عشان ما ندخلهاش معانا في الحسابات. خد الكاميرا دي وبعدين هنا اهوت اعمل لها سيت موديفاير للاون ويد بتاعها بصفر، وشيل لي الشير برضو بصفر عشان ما ندخلوش معانا في الايه في الحسابات. خد لي النقط كلها وهنا اهوت اساين جوين هنا اهو دي الانجل خلاص. وبعدين الكاميرا دي حملها لي باي احمال اي رقم على اساس ان انا ايه اشوف ايه التأثير. حط لي اي رقم هنا على الكاميرا دي اللي هالي بسرعة كده، اسميها اي تسمية 10 اي حاجة ماشي. شوف لي بقى ايه الكاميرا اتحلت اهي زي الفل. نشوف البيندنج مومنت، نشوف هذا البيندنج مومنت ام 3.3 بيندنج مومنت كويس. بيندنج مومنت كويس؟ لا مش كويس. ليه؟ لان هنا اصبح بيندنج مومنت كأن هنا فيه هنا اهو بوزيتيف بيندنج مومنت عند العمود مش نيجاتيف. طب ده هيعني لي ايه؟ هيعني لي نجيب الرياكشن. هات بقى الرياكشن. هتلاقي الرياكشن عند العمود هنا اصبح ايه؟ الرياكشن هنا عند العمود تنشن. الرياكشن هنا عند العمود تنشن. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ يعني العمود عليه تنشن، يعني العمود ده اصبح بدل ما هو يشيل ضغط عليه شد، يعني الغيه افضل. يعني الغاء العمود هنا في الحالة دي، العمود ده اهو، يعني العمود ده لما الغيه في الحالة دي، العمود ده هو لما يتلغي يكون افضل. طيب نستنتج من الكلام ده ايه؟ ان توزيع العمدان مهم جدا، ولازم اراعي النسب اللي ذكرها الايه؟ الكود. يبقى اذا النسب اللي ذكرها الكود ان المسافه بين العمدان او بين الاكسات ما تزيدش عن 1.2، طبعا يمكن تجاوز هذه المشكله لحد ما نوصل ل 1.5 1.6. اكبر من كده هتسبب لي مشاكل. من ضمن المشاكل اللي احنا قلناها ان انا ممكن يحصل لي نلاقي عمود عليه تنشن. تاني مشكلة اللي هي بتسبب في التفاوت الكبير خصوصا في العمدان الداخلية، ان انا لما باجي احسب السيكنس بتاع البلاطة هضطر غصب عني احسبه على اكبر اسبان. يعني لو انا حطيت العمود ده نقلته هنا هلاقي المسافة دي بقت 6 متر. لما اجي احسب بقى السيكنس المبدئي هنشوف كمان شوية، لان انا لازم اول مبدأ وقبل ما اصمم لازم احسب سيكنس مبدئي للبلاطة، لان زي ما احنا عارفين التصميم عبارة عن فرض بفرضه في البداية. لازم افرض السيكنس بتاع البلاطة وابدأ اصمم او اشيك او اتحقق من هذا الايه الفرض المبدئي بتاعي. طب الفرض المبدئي بتاعي ده اجيبه منين؟ ارجع للكود. فلو انا بقى وزعت توزيع سيء للعمدان هضطر ان انا احط سيكنس، السيكنس ده انا حقيقة غير محتاجه غير في منطقة واحدة في الايه في السقف بتاعي، وبالتالي هضطر اعمم هذا السيكنس على السقف كله، فيبقى الحل بتاعي حل غير اقتصادي. طيب بعد ما شفنا الملاحظات على العمدان اللي انا شفتها دلوقتي، هل ممكن بعد كده نعدلها؟ هقول لك انا عدلتها اوريدي موجوده هنا اهو. زي ما انا شايف قدامي العمدان ده بقى عمود رأسي، وده عمود رأسي، وده عمود رأسي. شلت العمود اللي هنا ملوش لازمة لان اوريدي انا موجود هنا، ما كانش فيه عمود هنا في المنطقة دي، والمناطق ديت عبارة عن بتكلم هنا 6 متر او 5.5 متر، فعبارة عن مسافات متناسبة. العمود الملفوف اللي انا حطه بقى اللي احنا بنتكلم عليه، العمود ده طبعا لو انا حطيته رأسي زي ما هو موجود هنا، حطيته رأسي في الدور الارضي هلاقيه يظهر ليا في المجلس، فطبعا ده غير مسموح ان انا الاقي عمود
رأسي هنا كده، يبقى قاعد هنا والاقي عمود طبعا شكله مش مظبوط. طيب عشان الف العمود ده يبقى اذا لازم عارف ان الايه، لازم ابقى عارف ان اخلي السنتر بتاع العمود اللي هو في الدور الارضي هو نفسه سنتر العمود بتاع الدور الاول اللي هبدا الفه، وهبدا اتكلم في الموضوع ده بالتفصيل في الايه في الدرس اللي بعد كده. المهم ان انا دي حلول لف العمود، حلول ممكن اتغاضى عنها، انا شخصيا بحاول اتلاشاها. طيب لو حاولنا نتلاشاها هنعمل ايه؟ هقول لك الغي العمود ده من اصله، ممكن اشغله يبدا معايا من الاساسات لحد سقف الدور الارضي بس، بحيث ان هو يكون في الاتجاه الافقي، وبعد كده انهيه عند سقف الدور الارضي، وبعد كده الدور المتكرر اهو الغيه بحيث ان هو ما يكونش موجود، وده الحل الايه اللي انا ميال اليه. هنشوف الحل ده ونشوف الحل التاني، ونشوف لما نيجي نزرع العمود على كمرة في المدخل هنحلها ازاي. طبعا انا بحاول هنا اهو بقدر المستطاع ان انا اخلي العمدان على مديول واحد، زي ما انا شايف العمدان هنا، العمدان دي كانت رأسية بقت افقية عشان اقلل المسافات، وبخلي ده بيساعدني حتى في التنفيذ، بيقلل المجهود بتاع الايه بتاع النجار وبتاع الحداد. طيب بعد ما عملنا الكلام ده هو وخلصنا العمدان وطرحناها وخلصناها، طيب اعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ ابدا اوزع الكمرات الهيدن بيم، امسك بقى قلم رصاص وابدا بقى اعمل اوزع الكمرات الهيدن بيم زي ما انا شايف قدامي كده، اللي هي باللون الاخضر ده، اللي باللون الاخضر ده هي عباره عن الكمرات الهيدن بيم، احط كاميرا هيدن بيم كده. طبعا واحد هيقول لي الكاميرا الهيدن بيم ديت احط عرضها كام، ابعادها كام، السيكنس بتاعها كام؟ هقول لك هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل دلوقتي كمان شويه، بس ابدا احط سيستم كشكل للايه؟ للكاميرات المقترحه الهيدن بيم. احط كده بالقلم الرصاص ادي كاميرا، وبعدين هنا كاميرا برضو افقيه، وبعدين هنا كاميرا، هنا بقى كاميرا طبعا ما اقدرش امشيها كده لان انا عندي سلم، وبعدين احط هنا اهوت كاميرا عند بدايه الحمام، كاميرا راسيه هيدن بيم برضو عند بدايه الحمام. صحيح هنا الايه الكاميرا ديت مش تحت الجدار، احنا قلنا قبل كده خلاص موضوع جدران وموضوع ان الجدران بتتحمل على الهول بلوك الاعصاب، ممكن زي ما حلنا المشكله دي قبل كده واتكلمنا فيها بالتفصيل ان ممكن الاعصاب تتحمل الحوائط، سواء حوائط موازيه للعصب سواء حوائط عموديه على الايه على الاعصاب. طيب واحد يسالني يا باشمهندس انت دلوقتي حط الاعصاب اتجاه الاعصاب اللي هي بالسهم الاحمر ده، هنا حاططها في الاتجاه القصير، كلام جميل، هنا غصب عني لازم احطها في اتجاه الرأس في الاتجاه القصير، لان هنا اهو في هنا في اعصاب هنا اهو، تعمل اختار لون تاني، لان هنا في اعصاب هنا، لان هو في اعصاب هنا في عصب كابولي، لان الكاميرا دي مش نهايه المبنى، فلازم ان هو ده هيبقى في غصب عني عصب كابولي، فهضطر احط العصب ده في الاتجاه الرأسي. طيب الاعصاب اللي هنا العصب ده هو ليه انت حطيته في اتجاه الرأسي ما حطيتوش في اتجاه الافقي كده؟ ليه يا باشمهندس؟ ما هو في اتجاه الافقي اعتقد ان هو افضل، ليه ما حطيناهش في اتجاه الرأسي؟ طبعا الكلام ده كله لازم انت تقعد تكلم نفسك وانت بتحط البروبوزل اللي انت بتشتغله بالقلم الرصاص. طيب لو احنا اشتغلنا على البروبوزل الاولاني في الاتجاه الافقي، خلينا كان احنا عاملينه في اتجاه الافق، ايه اللي هيحصل؟ هقول لك انا ما بدورش على تصميم العصب بس، ده انا بدور على تصميم العصب وادور على تصميم الهيدن بيم وادور على تصميم العمدان، يعني الموضوع بالنسبه لي متكامل، ما بصش لعنصر واحد من العناصر دي. طيب
لو انا خليت العصب اوف، طب ايه اللي هيحصل؟ هقول لك بالتقريب كده نص الاعصاب دي، نص حمل الاعصاب هيروح لي على الكاميرا دي، والنص التاني هيروح على الكاميرا دي. ماشي، كلام منطقي وكويس، مفيش مشكلة. طيب راح الحمل بتاع العصب ده على الكاميرا دي، اديلي رياكشن عليه. ماشي، ده كلام منطقي، هيديلي رياكشن كده. بعد ما يديلي الرياكشن بتاعه هيديلي هنا كونسنتريتد لود على الكاميرا دي. اقول لك فاكر زمان يا باشمهندس انا ما بحبش كاميرا سبورت على كاميرا سبورت على كاميرا سبورت على كاميرا، بس احيانا ببقى غصب عني مضطر ان انا ايه، ان انا اعملها. طيب واحد يقول لي تاني، هو انت بتعمل كاميرا هيدن بيم تاني هنا ليه يا باشمهندس؟ اقول لك لان انا عندي المنطقه دي منطقه حمامات ومنطقه مطابخ. ايه مشكلتها تاني معاك؟ منطقه الحمامات ومنطقه المطابخ لازم غصب عني اعملها سوليد سلات او بسيكنس اقل من السيكنس بتاع البلاطه الايه الهولو بلوك. ليه؟ على اساس ان انا بعمل ريسيس او هبوط في الحمامات والمطابخ، على اساس اقدر احط البلاعه او السنك اهو اللي انا بجمع عليها بقى الصرف بتاع الايه بتاع الحوض اللي موجود في المطبخ. الحوض اللي موجود في الحمام بيجمع على السنك دي وبعد كده بسحبها لبره، فلازم اعمل هبوط على اساس البلاعه دي او على اساس السنك دي، اسحب عليها الصرف ده واجمعه واطلعه بره. فلازم اعمل هنا بلاطه سوليد سلاب، يبقى البلاطه هنا سوليد سوليد ايه سوليد سلاب، يبقى البلاطه اللي هنا سوليد والبلاطه اللي هنا هو. فاضطريت غصب عني احط هنا كاميرا ايدين بيه. طيب نرجع بقى تاني لاصل الموضوع، هيديني هنا كونسنتريتد لود على الكاميرا هنا وعلى الكاميرا اللي هنا. طيب الكونسنتريتد لود ده عباره عن حمل، الحمل ده لما اجي احل بقى الكاميرا دي في كونتينوس دي هلاقي عليها كونسنتريتد لود هنا، وهلاقي عليها كونسنتريتد لود هنا. هقول لك طيب ده البروبوزل او الحل الاولاني اللي انا اعتبرت ان الاعصاب في اتجاه الافق. طب لو انا اعتبرت الاعصاب في اتجاه الراس ايه اللي هيحصل؟ مش هيوصل حمل هنا للكاميرا دي من الاعصاب، ولكن هيوصل الحمل من الاعصاب هيوصل ديستريبيوتد هنا على الايه، على الجزء ده. يبقى الاعصاب هتتقسم في اتجاه الراسي جزء على ديستريبيوتد على الكاميرا دي وجزء ديستريبيوتد على الكاميرا دي. هقول لك طيب يا باشمهندس هل الافضل ان انا لما اجي احل الكاميرا ده اهي الافقيه دي الاقي عليها كونسنتريتد لود تقريبا في منتصفها، ولا الاقي ديستريبيوتد لود قريب من السبورت من العمود اللي هنا؟ حاول تحلها على برنامج الساب باي مثال، بالتالي هتلاقي الافضل ان انا اخلي الاعصاب موزعه او الاعصاب اخليها في اتجاه الراسي، فبالتالي لما اجي اوزع الحمل أو ينتقل الحمل، هينتقل حمل موزع قريب من السبورت، فبالتالي هلاقي السترينينج اكشن على الكاميرا دي اقل في حالة الاعصاب في الاتجاه الراسي. برضو نفس الحالة بالنسبة للكاميرا دي، خصوصا ان الكاميرا الهيدن بيم دي كاميرا سيمبلي سبورت. هل الافضل ان انا اخلي عليها الحمل مركز في المنتصف، ولا الافضل اخلي الحمل موزع قريب من السبورت؟ انا هسيب الرد والاجابه ليك انت كباشمهندس انشائي. يبقى اذا في الحاله دي مش شرط ان انا ايه، ان انا احط الاعصاب في الاتجاه القصير للايه للاسبان. ابدا بالاسلوب ده اهوت، وانا بقعد احط البروبوزل بتاع الكاميرات بالقلم الرصاص، ابدا دايما اسال نفسي اسئله. محتاج كاميرات كونتينيوس، محتاج كاميرات كولم ستريب، محتاج كاميرات بحيث ان انا احصل فيها على اقل عرض ممكن، اقل اريا ستيل، على اساس يبقى شغلي كله شغل هندسه يعني شغل الى حد ما قريب من الكود.
نيجي بقى نحط واحد يقول لي طب انت هنا حطيت كاميرا اهي مايله كونتينيوس، اقول لك اه كاميرا مايله كونتينيوس مفيش فيها مشكله خالص. هعمل هنا اهو الحديد العلوي، سواء بقى خليت حتى الحديد العلوي هنا عدل مفيش مشكله، لو ميلته شويه وقرب شويه مفيش مشكله. واحد هيقول لي ازاي يا باشمهندس، هقول له اعتبره سلك جزء، يعني جزء دائري كده اهو، جزء من داير مايل شويه مفيش فيه مشكله. طب الجزء ده هتعالجه ازاي؟ هقول لك هحط ان هو اعصاب شوك اهو، عصب شوك كده كابولي امتداد للعصب ده مفيش مشكله. يبقى اذا القلم الرصاص البروبوزل الفكر الرئيسي انكود المسافات بين الاسبان، هو ده اهم حاجة بالنسبة للايه للمهندس المدني، هي دي الهندسة. اللي يعرف يعمل هذا الكلام ويبدأ يركز فيه، سواء بقى كانت البلاطة هولو بلوك، سواء كانت البلاطة سوليد سلاب، سواء كانت البلاطة فلات سلاب، ايا كان نوع البلاطة، المهم ان انا اوصل لأحاول اوفق ما بين اشتراطات الكود اللي انا درستها وبذلت فيها مجهود لمدة 4 5 سنين مع الاشتراطات بتاع الكود اللي مع الاشتراطات بتاع المعماري واللوحات المعمارية اللي المهندس المعماري اداني الرسومات بتاعها، واحاول ابعد بعيد عن الانفصام في الشخصية ما بين ما درسته وما بين الواقع العملي للرسومات المعمارية. طبعا انا بحاول هنا احط طبعا على الدائر الخارجي على المحيط الخارجي اللي هي باللون الاصفر ده كاميرات ساقطة، عشان الكاميرات الساقطة دي بتبقى ريجيد، الكاميرات الساقطة دي بتكون اقل في نسب الحديد. بحط الكاميرا الساقطة برضو على المناور، بحط الكاميرا الساقطة الرئيسية اللي انا اتكلمت فيها اللي هي بتبقى مع السلم، وبحاول ان انا ما اعملهاش في منسوب الدور على اساس السلم اللي انا شايفه ده كله هينور من على المنور بس، فلازم هنا في شباك. فلو عملت كاميرا في منسوب الدور وعملت كاميرا مع السلم اتقفل اتقفل الشباك. طيب نبدا بقى نرسم الكاميرات الهيدن بيم والاعصاب وعلى الرسومات، وهنشوف هنبدا نبدأ نوزع بقى الكاميرات اللي انا عملتها بالقلم الرصاص دي، وابدأ بقى كأن انا بطلع لوحة انشائية كأن هي متصممة، يعني بأخرج اللوحة كأن انا مصمم بالظبط، مستغل الايه الاشتراطات والكلام بتاع الايه بتاع الكود. ببدأ احط الاعصاب اقل ما يمكن، احط عرض العصب اقل ما يمكن هو 10 سم، لو كان الكود سمح باقل من كده كنت عملت. ليه؟ على اساس لما انا احط عرض العصب اقل ما يمكن هضطر ازود عدد الاعصاب في، يعني احط هنا اهو عدد الاعصاب هيكون زياده لما احط عرض العصب 10 سم راسي، غير ما احط عرضه 15 سم، غير ما احطه عرضه 20 سم. او زودت العرض هيقل عدد الاعصاب، بدل ما احط 10 اعصاب راسي هلاقيهم 8 هلاقيهم 7، فبالتالي هزود كمية الخرسانة واقلل نسب الحديد. ده الكلام ده اللي بنشوفه دايما في التنفيذ ومساوئ التنفيذ. طيب ابدا احدد بقى السيكنس بتاع البلاطة دي ازاي يا باشمهندس، و ابدا احدد عرض عرض الكاميرات الهيدن بيم ازاي. هقول لك مستغل الحاجه اللي انا كنت قلت عليها، ان انا عرض الكاميرا هو عباره عن لسبان من 4 ل 6. هبدا بقى من هنا اشوف الكلام ده اهو، انا عملته اهو زي ما انا شايف قدامي، حطيت هنا اهو كاميرا هيدن بيم، الكاميرا دي عرضها 1.80 × 33 سم، وحطيت 25 سيخ باي 18، وبدأت احط اهو زي ما انا شايف قدامي الرسم اللي قدامي، ايه ال 25 سيخ دول يا باشمهندس، وليه الكاميرا دي عرضها 1.80 متر، وليه 33 سم وهي مقلوبة، كل الكلام ده يعني
يعني وهنا 15 سيخ باي 16 وهنا كف واحد، الكاميرا دي عرضها 110، وكأننا يعني زي ما بقول لك كأن اللوحة اللي قدامي دي وايه، وفي جدول للأعصاب، وهنا السوليد بارت، هذا السوليد بارت وهذا الكنب والشنب، وهنا اهوت ادي الكاميرات الهوردي، فيه هنا شكل ألف وشكل ب، ده الحديد السفلي، وشكل ج وشكل د، ايه شكل ألف وشكل ألف وشكل ب وشكل ج، ده الكلام اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في الدرس القادم هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.